يا ناسينا يا ناسينا، وش اللي ذكرك فينا؟ ترانا ما توقعنا بعد هالغيبة تجينا. رجعت بلطفك وذوقك، رجعت ورجعك شوقك، او الحب اللي في عروقك قرب دمك ينادينا. يا ناسينا يا ناسينا، وش اللي ذكرك؟ مساء الخير للجمهور العماني، وانا طبعا سعيد انه بين اخواني واهلي في عمان، واقول لهم اسف جدا اني تاخرت عليكم، بس يعني قدر والحمد لله الله كتب انه يكون في هاليوم اكون بين اهلي واخواني في عمان، واقول لهم ان شاء الله انه يعني اكون عند حسن الظن بين اخواني. شكرا. وش عد الفنان راشد الماجد للجمهور في عمان؟ والله ان شاء الله كل خير، ان شاء الله كل خير. ان شاء الله نسمع الاغاني الجديده باذن الله. باذن الله الاغاني القديمه والجديده ان شاء الله. وبهذه المناسبه ايضا نسالك عن جديد في ألبوماتك، خصوصا انه كان في فتره يعني بين اخر شريط اللي هو تضحك الدنيا. ايه هذا اخر شريط تضحك الدنيا، وان شاء الله يكون يعني حاز على رضا الجمهور الحمد لله. بس الجديد الحين الجمهور يسلم. والله لسه في اعداد الجديد الان، ان شاء الله يكون محظوظين انه حصل اغاني حلوه. تجي بيديك وتشفينا يا ناسينا يا ناسينا، تعذبنا كثير احنا ولا نمنا ولا ارتحنا، وفجأة اللي ذابحنا تجي بيديك وتشفينا.